دكتور عرف نفسك بعد اذنك. دكتور ايه عبد الشافي، طبيب روماتيزم وتاهيل. النهارده دكتور تقدم حكم الحسن مبارك. ايه الاجواء النهارده عامله ايه؟ والله الحمد لله النهارده الاجواء كويسه جدا بالنسبه للي كان بيحصل قبل كده، وده انا بقول ان هو لان الفلول او المؤيدين ربنا يهدينا واياهم قله جدا النهارده، يتعدوا على اصابع الايد الواحده يعني او 10 20 واحد يعني. فان شاء الله ده برضه يؤكد انه المشاكل كانت بتحصل منهم بمساعده طبعا الامن المركزي والكلام ده. انما احنا النهارده الحمد لله كويس، وانا جاي دلوقتي الساعه 12 ان شاء الله هو على الظهر، ولحد دلوقتي الحمد لله ما فيش اي حاجه، واحنا جايين في صف اهالي الشهداء بعد اللي شفناه من بهدله واهانه للكرامه لهم المره. وانا يعني بعتبر اهانه كرامه الشهداء اهانه كرامه مصر، ان هم دول اللي حرروا مصر فعلا وقدموا ارواحهم ودمائهم من اجل مصر. فيجب فرض عين على كل مصري انه يقف بجوار اهالي الشهداء. اسمك؟ اسمي علم مجدي علم، شهرتي رضا، من صور ميدان التحرير المستقل. ايه صوتك رايح ليه؟ من التفات ولا ايه؟ صوتي رايح من الالتفات بتاعت امبارح في ميدان التحرير. بالليل صح؟ امبارح بالليل وعند القضاء العالي في رمسيس. والنهارده جاي تسلم اهل الشهداء؟ النهارده جاي حمايه لاهل الشهداء. بسبب اللي حصل اول امبارح واللي حصل امبارح الامن المركزي اللي عمله في الاستاد. وانا جايين النهارده ولا خايفين من جيش ولا خايفين من اي حاجه، احنا معانا ربنا، طول ما ربنا معانا بص بنتصر على اي حاجه ولا بنخاف من اي حد. واقول لك كلمتين على القضاء، بيقول لك ايه؟ هيص يا ريس وزاتك كمان، لغينا المحاكم قفلنا اللومان، براءة لسعادتك وعفو لسوزان، وخمسه وهيخلع علاء وجمال، شغل دماغك هتحكم كمان، هيص يا ريس وفرفش وعيش، فلوسك حلالك في شرم تعيش، صلت شويش هتقبض علينا وهنبقى مفيش. الله يفتح عليك، يفتح عليك، هو كده مسرحية، مسرحية.